معليش نحكي لك حاجه قبل ما نبدا. قرعيشه خفيفه والله. هلا هلا ما طولش. عبير اللي تخدم معانا خطبوها وما هيش تحوس تهدر، وقالت لك بلي تعرفت عليه في الفيسبوك، عندك يما العريس شافت تشطح في العرس، بنت خالتها دزعت منها عندها شهر وهي تشطح في العرس، لحد الان مازال ما كتحتى راجل. ما هيش قا بنت خالة عبير اللي ضربت شهر وهي تشطح، وانما مدينه باكملها في فرنسا. زعما علاه هما ثاني باه يتخطبوا؟ عيني لخ، نشوفوا المؤرخين واش قالوا. قبل ما نحكيوا على المؤرخين ولا رايهم، سمعنا بزاف اوبئه مرت عبر التاريخ، مثلا طاعون، كوليرا، الانفلونزا الاسبانيه، ولا حتى كورونا حاليا. لكن هل سمعتوا من قبل بوباء الرقص ولا طاعون الرقص؟ بيناتنا اسمه قاع مش اللي يخليك تقادروا، لكن رغم اسمه الذي يدعو الى السخريه الا انه للاسف سجل حالات وفاه. ثم اللي نوض فيهم الحال يحبسوا القايطه ولا كيفاه؟ وباء الرقص كانت البداية سنة 1518 في ستراسبورغ بفرنسا، وأول حالة أصيبت به كانت سيدة تدعى فراو تروفيا. سقسينا عليها مليح، طلع عندها خيط مع بنت خالة عبير. فراو تروفيا بقات ترقص لمدة 6 أيام، وخلال هذه 6 أيام انضم لها 34 حالة، ومن 34 خلال شهر ولينا في 400 حالة، وللأسف كاين اللي منهم توفوا بين وبات قلبية وسكتات دماغية. صح كيفاش تعاملت الحكومة مع هاد الحالة؟ كون قامت عاملت جات تكحلها عماتها. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. الحكومة رجحت انه سبب هذا الوباء هو الضغوطات النفسية، ما لقت لك خال للمخالق يزهاو، فتحت لهم ليصال قاو شنهي الدخلة بالبافيت، وشعلت لهم القايطة تاع فرنسا، ودارت لهم جنو نطو جنو نطو، كاين نصهم ناط فيه الحال والنص الاخر ناط يبرح على لويس 14. الحل هذا زاد فاقم الوضع أكثر وأكثر، وين زادوا أعداد الجثث وأعداد الناس اللي أصيبوا بهذا الوباء المجهول. انتهى الوباء لكن أسبابه بقات مجهولة، والشي هذا اللي فتح شهية المؤرخين باش يخرجوا النظريات. النظرية الأولى تقول أنه سبب هذا الوباء هو لعنة أصابت المدينة، يعني ضربوهم بالعين. يا أخوي العين قاع تعرض، أنا واحد تعرضت للعين، أنا كنت صغير شعري كان شوفي لون، نكذب عليك. في حين النظرية الثانية اللي كان قدمها جون وولر قال لك باللي ممكن هذا مرض نفسي جماعي. أما النظرية الثالثة تقول أنه ممكن أصيبوا بالتسمم الأورغوني، لكن جون وولر فند هذه النظرية لأنه على حسب رأيه أعراض التسمم الأورغوني لا تتشابه مع أعراض طاعون الرقص. وشين هي أعراض التسمم الأورغوني؟ يا عيني سقس جون وولر انا خاطين. واما النظريه الاخيره تقول بلي ممكن هذا الرقص هو طقوس دينيه لطائفه مجهوله، لاخاطش واش لاحظوا بلي الناس اللي كانت تشطح ما كانتش زاهيه، هاقولوا كانوا يجذبوا خلاص. وفي الاخير تبقى هذه مجرد نظريات، لحد الان ما كان حتى واحده فيهم مثبته ولا حتى سبب واضح لطاعون الرقص. وما تنساوش نتوما خلوا لي في التعليقات رايكم حول الموضوع والنظريه الانسب لتفسير هذه الحاله.